جواز العمل عندك؟ اللهم إنا نسأل جواز العمل عندك. واجعله اللهم لي في ميزان حسناتي. واجعله اللهم لي في ميزان حسناتي. واجعله شاهدا لي. واجعله شاهدا لي. لا علي. لا علي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. وأن محمد رسول الله. جزيرة رجالة. جزيرة رجالة. الله أكبر. الله. إحنا لا يمكن أبدا. لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات شهداء مصر أبدا. الشهداء دول قدموا عشان إحنا نعيش. والله يا رجال ما بدي بالإجابة ولا يمحي العار إلا النار النهابة إلا بالنار والمدفع والدبابة الرحمة وخش رجال الصاقة المصرية بنتي في الجو ونرمي قنابل يدوية ليهم من حد وأنا بلدي غالية عليا والطهرنا شعب واقفين نحمي الفدائية شفر سينا لك سينا بدمنا مروية ولا تحمل هم في أبطال مستنية نرويها بالدم من أسوان لإسماعيلية والله يا رجال ما بدي بالإجابة في بلد مقسود طالعين من وسط غلابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة عقدتنا حديد عقدتهم زيف كدابة والمصر أكيد في وحوش هنا ليها مهابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة وتعيش مصر الوهابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة والله يا ماما لو مش وقفنا وقفة رجالة هيدخلوكوا هنا على البيوت تكلفنا رجالة مهمة ان احنا نخش مناطق بؤر إرهابية جديدة وان شاء الله على عندنا ان احنا نجيب حق كل شهيد على أرض سيناء ونمسح دمعة كلهم ونجيب حقهم إن شاء الله يا أم الشهيد ابنك بطل اتباهي بي وحكي عن تضحياته للبلد واي في يوم تبكي ربيتي أحسن تربية علمتي معنى التضحية ولا حاجة أغلى من الدنا وانتي صبورة مؤمنة حكمة ربنا علشان أكيد نطمنا إنه في مكان دلوقتي أجمل من هنا هو هتفتكروا إن التمن ده بسيط بدمهم وبأرواحهم البلد بقت بلد وبقت صمدة وقوية وبفضل الله قادرة وربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم